والمعجنات ممنوعة بالبيت. بس نعمة خانم بتحبهم وزياد بيك بحبهم كتير. أنا عم فكر بصحة الكل ومصلحتهم، بعدين مرت عمي داخت ووقعت لأنه نزل ضغطها، ما فكرتوا بهالشي؟ لازم تطبخوا أكلات صحية أكتر، كتروا الخضرة مثل الجزر والقرنبيط، بس اسلقوه على البخار مشان الفيتامينات يضلوا فيهم. شكراً خانم، أنت عم تعملي ريجيم مو هيك؟ شو هالحكي؟ أنا مالي محتاجة لريجيم. بصراحة بيكون أحسن لجسمك إذا بتخسري 5 كيلو. لا خالتي، بدها شي 8 كيلو برياحة. أسيل؟ غصون؟ أنا ما عم بعمل ريجيم، خلصنا بقى. معناتها ذوقي لي هدول، عملتهم مثل ما بتحبيهم، لساتهم سخنين. مو جاي عبالي هلأ. يعطيكم العافية. شو بتريدي؟ زياد بيك خبرني إنه نعمة خانم حابة تاكل. أنا رح جهز للأكل. ماشي. شو أخبارك؟ منيحة. هلأ أنت عم تعملي ريجيم مو؟ لا، لشو؟ بصراحة حاسستك نحفانة زيادة، لازم تسمني حبيبتي. شوفي جسمك مثلاً، ليكي وزني مثالي وحلو. شكلك رايق اليوم. كيف ما بدك تكون رايق؟ الشغل ممتاز بالشركة وأمور البيت منيحة، شو بدي أكتر؟ صار لازم نفكر بحالنا شوي حبيبتي. هلأ شو رأيك نطلع أنا وانتي نغير جو؟ موافقة يعقوب، منطير منروح سوا على لندن مثلا، ومن هونيك منروح على أمريكا. انت بس أمري وأنا باخدك على القمر. وكرم كمان بيفرح بلا ما يضل هونيك لحاله. طبعا أنا وكرم صايرين رفقة كتير وما منخبي شي عن بعض. فكرته قريب من عمران هالكم يوم، تفاجأت. لك هذا عمران ما بيفهم شي، ما بيساعده لكرم، كل اللي على لسانه مصاري وشغل. تعا روح، وبالنهاية كرم في عنده طاقة. بعدين انت بتعرفي انه كرم عشقان؟ كرم؟ ايه طبعا. مين هاي اللي عشقانه؟ رفيف. وليش عم تسألي؟ يعني كرم شاب مثل الوردة ورفيف ضياجية. على أساس أنت من باريس بهالسرعة نسيتي أصلك؟ إيه بس أنا طورت كتير من حالي يعقوب، هذا الفرق اللي بيناتنا. إيه وهي فيها تساوي هيك، ما أنا هالمشكلة. هيك قصة ما بتزبط مع حي الله وحدة حبيبي. أنا قدرت طور حالي بس حافظت على أصولي، يعني فيك تقول إنه أنا هلأ جامعة كل الحضارات مع بعضها. والله ما حدا بيطلع له معك. شكرا. اليوم المسا طالعين نسهر. شو المناسبة اللي حتى بدك تسهرني؟ بمناسبة توديع كرم اتفقت أنا وعمران نطلع نسهر كلنا سوا، ورفيف رح تجي. كيف يعني؟ لا تكون أنت اللي عم تزبط الأمور بيناتهم. لا بس نحن لازم نوقف جنبه. شكرا. لتشوفي قديشني أنا رومانسي. أنا اللي بعرف. ايه انت بالاول اقنعي رفيف ولبسيها لبس حلو كتير ومرتب لتصير اميره كتير حلوه، اول ما يشوف هالولد يوقع من طوله. كيف رح طالع اميره حلوه بقى؟ شكرا. امي وجعتني رجلي. كانه زايد وزنك. شو أخبارك رفيف؟ منيحة وحضرتك؟ وأنا منيحة. إلك عندي أخبار حلوة. اليوم المساء رح نطلع لبرا ونتعشى بمطعم رايق كتير، مننبسط شوي ومنرجع. شو قلتي؟ ما بعرف، بس نعمة خانم ما رح تخليني أطلع. أنا بروح بقنع مرت عمي. أنت شو بدك ولا يهمك؟ هلأ بلشي حضري حالك وعلى مهلك ولبسي شي فستان مرتب وتمكياجي كمان. منرفع لك شعراتك شوي ومنعمل لك مكياج رايق. شكرا بس أنا غالبا بضل بلا مكياج. لك حبيبتي رفيف شو هاي بلا مكياج؟ معقول هالحكي؟ روحي وشوفي كيف كل النسوان مزبطة حالها. مالي رايحة. ايه يعني بلا ما أحرجكم. رفيف حاجة تدللي علي بقى، رح نودع كرم كلياتنا سوا. بعدين معقول ما تجي بعد ما الشاب تبرع بالدم لأختك؟ ما بصير.
أنا بروح بقنع مرت عمي، لا تاكلي هم، ماشي؟ مستحيل، شكرا. ما رح اسمح لرفيف تطلع من البيت لنصاص الليالي، بعدين هي مانها من العيلة بنتي. أمي نحن عاملين حفلة توديع لكرم، ولعلمك صاروا رفقات. من أيمتى صاروا رفقات يعقوب؟ لما تبرع بالدم لأختها، صاروا قراب من بعض أكثر. والبنت أكيد بتكون مالة، بتطلع وبتغير جو. يعني ليش مصرين تاخدوها؟ عن جد ماني فهمانة. مرت عمي، البنت إلها كم يوم قاعدة بالبيت، بتطلع لعند أمها على الحبس ولعند أختها بالمستشفى، بتريح أعصابها المسكينة. يلا أمي، أنا مو رضياني على طلعتها أبداً. عمي أنت شو بتقول؟ الأولاد فكروا بالبنت نعمة خانهم، تركيا تروح معهم هالمرة. طيب ماشي، بس ما بتشيلوا عينكم عنها أبداً، فهمتوا؟ البنت مو متعودة على هيك سهرات. لا تاكلي هم أمي، رفيف بأمانتي. عمران بيك ممكن نحكي؟ عادي رفيف، لازم نحكي. بدي ما تواخذيني اليوم، كنت متوتر. حضرتك لا تواخذني، ضغطت عليك. انت بعت هدية لنصلي اليوم؟ اي نعم، خليل اللي وصلها. حلوة وعجبتها لنصلي، شكرا كتير لك. تتهنى فيها. عمران بيك، أنا حابة أدفع لك حق الفستان فوراً، وما معي غير هالمبلغ. شو هالحكي رفيف؟ طبعاً حضرتك مالك بحاجة للمصاري هدون، بس أنا ما رح كون مرتاحة، فلو سمحت خدون. رفيف لو سمحتي، أنا رح أوفيك الباقي بعدين، لأني بعرف أسعار التياب اللي أخدت لياهم ديما خانو. إن شاء الله بأول معاش برجع لك حقهم. بس نحن حكينا بهالموضوع، ما فيني اسمح لك تشتغلي. رفيف ما في داعي تفكري بمستقبلك، انا ما رح اترككم ابدا. عمران بيك، انا مالي وحده من العيله، وما رح ضل على طول بهذا البيت، مو هيك؟ مو طبيعي اني ضل عايشه على كتاف حدا ابدا. اصلا بعد ما اولاد ابنكم رح اطلع من حياتكم وبلش حياه جديده مع امي واختي لحالنا، كرمال هيك لازم اوقف على رجلي وما حدا يساعدني. انا لازم اشتغل.